مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا، ودلوقتي معدنا مع جولة في الصحافة المحلية والعربية والعالمية ومجموعة من الأخبار والتقارير والمقالات المتنوعة. هنبدأ مع حضراتكم جولتنا النهاردة من جريدة الأهرام. مدبولي في زيارته لبورسعيد وأنفاق قناة السويس: نحتاج إلى 60,000 فصل دراسي بتكلفة 30 مليار جنيه لسد العجز وتقليل الكثافة. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الحكومة تحتاج إلى تشييد 60,000 فصل دراسي جديد لسد العجز وتقليل الكثافة في الفصول التعليمية بتكلفة تبلغ 30 مليار جنيه، حيث أن تكلفة الفصل الواحد تبلغ 500,000 جنيه، مشيرا إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة للمواطن المصري بسبب الزيادة السكانية المرتفعة والتي تصل إلى 2,500,000 نسمة سنويا. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، أعضاء مجلس النواب والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء النقابات في بورسعيد. وأضاف مدبولي أن حجم الإنجازات التي تمت على أرض بورسعيد في مجال الإسكان خلال 4 سنوات يساوي أضعاف ما تم إنجازه في المحافظة عن مدد مشابهة. كما تفقد رئيس الوزراء أعمال إنشاء محور 30 يونيو المار بأراضي جنوب بورسعيد، والذي سيوفر الوقت في الانتقال ما بين بورسعيد والقاهرة عن طريق مباشر يضم 10 حارات. وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي منطقة الأنفاق بشرق التفريعة. من جريدة الجمهورية: لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية 40 مليون دولار لإنتاج الميثانول الملة المشروع في دمياط للقرب من المواد الخام ولسهولة التصدير. شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا توقيع المذكرة الخاصة بإجراءات تمويل مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بما يتراوح بين 35 إلى 40 مليون دولار بين شركة السويس لمشتقات الميثانول والشركة العربية للاستثمارات بيكورب، وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقية التمويل النهائية خلال الفترة القادمة. أكد الملا أن هذا التوقيع يعد دفعة قوية لهذا المشروع الحيوي الذي يمثل حلقة جديدة تمت إضافتها إلى صناعة البتروكيماويات لتوفير منتجات حيوية يحتاجها السوق المحلية، مما له أثر إيجابي في تخفيض الضغط على العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ننتقل مع حضراتكم إلى المصري اليوم. عودة الشارتر تنهي سنوات العزلة لفنادق طابة وإنشاء مطار بنويبع يزيد الرحلات. أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك مؤشرات إيجابية خاصة بالسياحة الدولية إلى مناطق جنوب سيناء بصفة عامة وطابة بصفة خاصة، موضحا أن هناك رحلات سياحية تم التعاقد عليها مع عدة دول من بينها بولندا، لتشيك، جورجيا، صربيا، اعتبارا من الموسم الشتوي المقبل الذي يبدأ نهاية أكتوبر. ووصف ذلك بأنها بشائر خير وتفاؤل نحو زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة التي عانت مناطقها السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ وطابة. وعلى جانب آخر، قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابة بجنوب سيناء، رئيس لجنة السياحة بالاتحاد المصري للمستثمرين، عضو مجلس الإدارة المعين بالمنطقة الحرة بنويبع، أنه يجب على الدولة تبني مشروع إنشاء مطار بمدينة نويبع ليحل محل مطار طابة الذي يقع في مجرى السيول في ظل إغلاق مطار سانت كاترين الذي بات مهجورا باعتبارهما مطارات صغيرة لا تستطيع خدمة السياحة بصورة مرضية بمنطقة شرق سيناء وجذب السياحة بشكل واسع، لأن السائح الأجنبي يفضل ألا يزيد وقت رحلته من المطار للفندق عن 60 دقيقة حتى تكون مدينة جاذبة للسائح العربي والأجنبي. نعود مع حضراتكم إلى جريدة الأهرام لنقرأ منها تفاصيل الامتحانات بالنظام الجديد للصف الأول الثانوي. التعليم الأسئلة تتخلى عن التقليدية وتقيس الفهم والتذكر. أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا خاصا بالصف الأول الثانوي يشمل تطبيق نظام التقييم والدراسة على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، ولا تحسب درجاته ضمن درجات الثانوية العامة لطلاب هذا العام 2020
2018-2019، وستعقد 4 امتحانات لكل المواد الدراسية الأساسية، على أن يعقد الامتحانان الأول والثاني في الفصل الدراسي الأول وتحسب أعلى درجة للطالب، ويعقد الامتحانان الثالث والرابع آخر الترم الثاني وتحسب أعلى درجة للطالب. وأكدت الوزارة أنه لن تنحصر في أسئلة الاختيار من متعدد أو صح وخطأ العبارات، وسوف تقيس الفهم والتذكر ونواتج التعليم، مشددة على أن الطالب والمعلم لن يستطيع توقعهما، والامتحانات الإلكترونية تشمل أشكالا متعددة من الأسئلة، وبعض الأسئلة ستكون إجابات صوتية، وأسئلة أخرى تطلب كتابة تفاصيل بالكيبورد، وأسئلة تحتاج إلى رسومات هندسية من الطالب، والأسئلة ستكون موجودة على سحابة رقمية. إلى جريدة الأخبار، افتتاح المؤتمر العالمي للفتوى بالقاهرة بمشاركة 73 دولة جمعة أكاديمية جديدة للدعاة والأئمة، وزير العدل مواجهة غير مسبوقة للتكفيريين. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن التجديد في الفتوى أمر لا مناص ولا غنى عنه، مراعاة لمقتضيات تغير الزمان والمكان والأحوال والعرف والعادة، مع التفريق الواضح والمهم بين الثابت والمتغير في الدين. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العالمي الرابع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد تحت مظلة دار الإفتاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل عنوان التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق، بحضور ممثلي 73 دولة من الدول العربية والإسلامية، والمقرر أن يختتم أعماله غدا. ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ورئيس المؤتمر أن تجديد الفتوى يجفف منابع الإرهاب الأسود ويقضي على جماعات الظلام. نروح مع حضراتكم إلى موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري، نتابع مي عبد الحميد. 17 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري ل 200 ألف مستفيد من المليون وحدة. قالت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري إن إجمالي المبالغ التي تم ضخها في وحدات الإسكان الاجتماعي حتى بداية الشهر الجاري 17 مليار جنيه تقريبا لكافة البنوك والشركات القائمة بتمويل قروض الإسكان الاجتماعي لمستفيدي مشروع الدولة للإسكان لمحدودي الدخل المليون وحدة، لنحو 200 ألف عميل استفادوا حتى الآن بمتوسط 90 ألف جنيه قيمة قرض التمويل العقاري لكل عميل بعد خصم الدفعات المقدمة والدعم من قيمة الوحدة السكنية. وأوضحت عبد الحميد في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المتبقي من مبادرة البنك المركزي لدعم نشاط التمويل العقاري بالشريحة الأولى والثانية نحو 3 مليارات جنيه سيتم استخدامهما في تمويل العملاء والمستفيدين خلال الفترة المتبقية من 2018 وعلى حد أقصى بداية العام المقبل. وأشارت إلى أنه جاري التنسيق حاليا بين وزارتي الإسكان والمالية والبنك المركزي لتوفير شريحة جديدة للمبادرة بنفس الشروط لتمويل مشروع المليون وحدة. ننتقل إلى اليوم السابع، ومنه نقرأ الصحة تكثف الرقابة على 109 بنوك دم خاصة لمكافحة عدوى الأمراض الفيروسية. أكد الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية أنه سيتم تكثيف الرقابة على بنوك الدم الخاصة والتي يبلغ عددها 109 بنك دم للتحقق من معايير مكافحة العدوى منعا لنقل أي أمراض وبائية. وقال الدكتور علي محروس لليوم السابع أن هذا الإجراء يأتي بعد توجيه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بمكافحة العدوى لمنع نقل الأمراض الفيروسية، خاصة في ظل تطبيق مبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروسية. وتابع علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن الوزارة تسعى إلى ضبط المنظومة الصحية تمهيدا لانتظام الأوضاع مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشاملة. من أخبارنا الرياضية نقرأ من الأخبار مرة أخرى، مصر وتونس يتأهلان لنهائيات إفريقيا 2019. المنتخب الوطني يضرب إيسواتيني بهدفين لحجاز ومروان ويواصل انتصاراته في التصفيات القارية. تأهل المنتخب الوطني لنهائيات أمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها بالكاميرون خلال الصيف المقبل برفقة المنتخب التونسي، بعدما حقق الأخير الفوز على النيجر بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت
مساء أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات القارية، وبذلك يتصدر المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، ويليه الفراعنة برصيد 9 نقاط. وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد تغلب على مضيفه إيسواتيني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن منافسات الجولة ذاتها. أحرز الهدفين أحمد حجازي ومروان محسن في الدقيقتين 18 و52. جاءت المباراة قوية من جانب الفراعنة، وقدم المنتخب الوطني أداء جيدا على المستويين الفني والبدني، فيما ظهر أداء أصحاب الأرض بصورة متواضعة، وفشل لاعبو في مجارات أبناء المكسيكي خفير أجيريه.